تدخل الثورة السورية عامها الخامس، وما تزال برأي البعض بأنها ضمن النطاق الذي حدد لها، والبعض الآخر يراها أنها بعيدة وانحرفت عن مسارها، أما البقية فهم مصرون على استمرارها. الثورة السورية إلى أين في ذكراها الرابعة، وما هي مآلاتها؟ هو عنوان حلقتنا لهذا اليوم من برنامج حوار داخلي، حوار لأجل وطن. في البداية نتابع هذا التقرير عن ذكرى الثورة السورية مع عمار عز. انطلقت شرارة الثورة قبل 4 سنوات من الآن، حينها صدح الصوت عاليا في درعا وسرعان ما امتد إلى باقي المدن السورية: إدلب، حمص، دمشق وريفها، حما، دير الزور، اللاذقية، ثم حلب، فرقة. بقي الثوار ينادون بالسلمية لعدة أشهر، فأمعن النظام بقتلهم بالرصاص الحي وسعى جاهدا لدفع الناس لحمل السلاح، لكن السوريين انتظروا 6 أشهر دون أن يحققوا رغبة النظام بالعسكرة، فخذلهم العرب وتآمر عليهم الغرب، فحملوا السلاح بغرض حماية أنفسهم وبالتنسيق مع الجيش الحر الذي تأسس من ضباط منشقين عن الجيش والأمن والشرطة. لكن غياب التسليح والدعم دفع كثيرا من فصائل الحر إما للانضمام إلى الفصائل الإسلامية أو مغادرة أفرادها البلاد. في مراحل لاحقة ظهر تنظيم الدولة فأخذ يسيطر على المناطق المحررة، وبدأ باعتقال الناشطين وخطف الصحفيين وقتل كل من لا يقف في صفه من الفصائل الأخرى. فشل الائتلاف وقبله المجلس الوطني بتمثيل الثورة سياسيا، وفشل الجيش الحر بتمثيلها عسكريا. عقدت مفاوضات كثيرة برعاية غربية شملت المعارضة والنظام، فجاء جنيف 1 و2، ثم تتالت المبادرات الفردية والدولية. التحرك الجدي الوحيد كان التهديد الأمريكي بضرب النظام عسكريا بعد مجزرة الكيماوي في الغوطة التي أحرجت أوباما وخطوطه الحمر، فقرر أن يأخذ أداة الجريمة دون معاقبة المجرم. فواشنطن على ما تبدو تريد إبقاء النظام عاريا ولا ترغب بإسقاطه. ومع دخول العام الخامس للثورة وفي ذكراها الرابعة، يصر السوريون في الداخل على الاستمرار بها والمضي نحو النصر، فيما غادر كثير منهم إلى بلاد اللجوء أو إلى إقامات مؤقتة في تركيا، يحملون الوطن في ساحات وميادين تلك الدول. أما النظام وحلفاؤه من الميليشيات العراقية والأفغانية واللبنانية، ما زالوا يقتلون أطفال سوريا بسكين الحقد الطائفي وكلور الأسد قبل أيام بريف إدلب، بضوء أخضر من مجتمع دولي بدأ كثير منه يفكر جديا بإعادة تأهيل الأسد من جديد. تحية لكم من جديد، وأبدأ هذا الحوار في الذكرى الرابعة للثورة السورية. بداية أرحب بضيوفي الكرام، الدكتور محمد قداح عضو الائتلاف الوطني، أهلا ومرحبا بك، وأيضا الرائد عصام الريس ناطق رسمي باسم الجبهة الجنوبية، أهلا ومرحبا بك. ومعنا أيضا ياسمين بنشي وهي صحفية وناشطة حقوقية، أهلا ومرحبا بك. أبدأ معك دكتور محمد، كونك ابن درعا ومنها انطلقت الثورة السورية بقوة وتبعتها باقي المدن السورية، هل فعلا بدأت الثورة بفزعة للأطفال دون تحضير أو أي مقدمات أخرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية لابد من الترحم على شهداء الثورة السورية واللي بيزيد عددهم عن 300,000 موثقين، ونتمنى الحرية للمعتقلين الذين نحتسبهم شهداء، وقد رأيتم ما رأيتم من ملف قيصر الذي يكشف فيه إجرام النظام. لذلك أصبحنا نعتبر بأن كل معتقل هو شهيد بعد تعذيب النظام، ونتمنى العودة الميمونة لأهلنا المهجرين سواء نازحين أو لاجئين إلى دول الجوار. أيضا دعيني أخص في الترحم على الشهيدين الذين أوقدوا الثورة السورية بدمائهم الزكية الطاهرة، ألا وهم محمود جوابرة وحسام عبد الوالي عياش. لماذا 18 آذار؟ هذه الثورة المباركة التي أوقدت النار على المغتصب،
لأنها كسرت كل قيود الخوف، لأنها كتبت بالدماء. من أجل هذا نعشق هذه الثورة ونعتبرها وشم موجود في قلوبنا وفي تفكيرنا وعلى أجسادنا. هذه الثورة نعم انطلقت من درع البلد في 18 من آذار بعد إرهاصات كثيرة، ابتدأت من شهر 2 أسوة في الدول المجاورة العربية التي ابتدأت الربيع العربي، وكان لابد للسوريين أن يكون لهم موقف. وفعلا كنا نرى أن السوريين على شكل جماعات يحضرون لشيء جميل اسمه انطلاقة الثورة السورية، ولكن حدث ما حدث في درعا. مجريات الأحداث في درعا فرضت انطلاقتها من هناك. لماذا؟ لأنه دم. كان أهل درعا يعانون مثل ما يعاني باقي السوريين، ولكن ما حدث سقوط أول ما حدث هناك في 18 آذار انعطف في سأعود إليك وانطلقت شعلة الثورة آنذاك. سنعود إليك في ذكرى الثورة. ياسمينة، أنتم كناشطين مدنيين، كيف كانت بداياتكم مع الثورة السورية؟ نحن لما بلشنا الثورة بلشناها بشكل سلمي، يعني ضمن الحراك السلمي، سواء بالمظاهرات سواء بتوثيق انتهاكات وجرائم من نظام على مواقع الانترنت، سواء بتوزيع المنشورات بالعمل المدني. ولكن لما تحولت الثورة لثورة مسلحة، سنتحدث عن تسليح الثورة وانتقالها من مرحلة السلمية إلى العسكرة، لكن أعطيني صورة أوضح عن البدايات التي كانت لما زالت في ذكرانا، في يعني ذكرى جميلة عن تلك البدايات عندما كان يخرج الجميع بهتافات وشعارات معينة. بداية كانت الثورة بدأت بالمظاهرات السلمية التي كانت تخرج في كل الأيام، وليس فقط في يوم الجمعة. بدأ الحراك السلمي بها، ومن ثم بدأ بتوثيق كما ذكرت الانتهاكات وجرائم النظام، ومن ثم أيضا المساعدات الإنسانية للنازحين. في بداية الثورة كانت حمص من أكثر المهجرين في من المحافظات السورية. لهذه الفترة، لهذا الوقت تحديدا، كان العمل والحراك السلمي يقتصر على هذا فقط. نعم. عصام الريس، أنت من أوائل الضباط المنشقين، برأيك إلى أي مدى انشقاق الضباط هو الذي أدى إلى عسكرة الثورة وأخذها منحا آخر عن السلمية التي كان ينادي بها النشطاء وجميع السوريين في بداية الثورة؟ حياكم الله. طبعا بداية بدي أقول أنه كل يوم بيسقط فيه شهيد سوري هو عيد للثورة، بغض النظر عن التواريخ. نحن 4 سنوات هلأ كل يوم عم يكون في عنا شهداء، وعم يكون في عنا معتقلين، وعم يكون في عنا جرحى. حقيقة انشقاق الضباط، أنا اليوم رح أتكلم من وجهة نظر ضابط سوري منشق. انشقاق الضباط كان سبب الرئيسي بعد 7 شهور من سلمية الثورة، وصلت أيام الجمع ليسقط فيها شهداء ب200 شهيد، وصلت ل400 شهيد، وكلنا نتذكر هاي الأيام. فما كان في أي مجال للوقوف من قبل الضباط، وقوف عاجزين عن فعل أي شيء. نحن سوريين بالنهاية، وأهل سوريا صاروا يطالبونا. وقوفنا مع الجيش بهذاك الوقت، لما الجيش بيدخل للمدن، هو مشاركة بالجريمة. كنا نحن موجودين مقربين من مصدر القرار، وكان واضح أنه القرار مقابلة الصوت السلمي بالنار. فما كان في أي شك بأنه لازم نحن نختار الاتجاه والمكان اللي لازم نروح باتجاهه. الضباط اللي انشقوا بالبداية انشقوا لأنه عندهم قناعة وإيمان بأنه لازم يدافعوا عن الناس. كان الانشقاق الغاية منه بالبداية أنه الناس بتعرف استخدام السلاح بس تدافع عن المظاهرات، وظلت هي الفترة فترة أشهر. هل هي إقصاء عن الإجرام أم أنها رغبة في الانخراط بالدفاع عن المتظاهرين؟ بداية الضباط تركوا المكان، في منهم خرج خارج سوريا وفي منهم بقي بسوريا. كان الهدف الابتعاد عن قبول الأوامر الغير المقبولة. إطلاق النار باتجاه المتظاهرين، قمع المظاهرات، ملاحقة الناشطين. وهذا باعتبار أنا ضابط مهندس، كان عندي قريب من مصدر القرار التقني. كيف عم تتم كانت ملاحقة الناشطين، كيف عم يتم اختراق حواسيبهم، كيف عم يتم تفتيش منازلهم، كيف عم يتم اعتقالهم. فكان الأمر جدا بشع.
كان النظام قاسي جدا بموضوع قمع الثورة بأي شكل من الأشكال، رغم الوعود والتصريحات اللي سمعناها. أنت انشققت ليس من هنا، من سوريا؟ أنا انشققت من سوريا، نعم من سوريا، بعد أن عدت إلى سوريا وانشققت من سوريا، نعم كنت في دورة قبل سوريا وانشققت من سوريا بعد عودتي من الدورة. نعم، كنت أود أن أسألك إذا كنت ضمن القرار الإيراني عندما كان يتخذ، أو لديك أي معرفة بهذه الأمور؟ لدي معرفة، ولكن أنا كنت أتبع دورات خارج سوريا، ولكن انشققت من سوريا. نعم، انشققت من سوريا من دمشق. دكتور، استطاع النظام إيقاف بعض المدن السورية في بداية الثورة وقمع المتظاهرين، لكن الملاحظ كان في درعا أنها استمرت رغم كل العنف، وكان لديها هذا الحافز بالخروج بالمئات والآلاف. ما السبب الرئيسي عند أهالي درعا بهذا الصمود القوي؟ كل المدن السورية صمدت، وكل المدن السورية كان لها بصمة في الثورة، ولكن في بداية الثورة البعض تراجع أو توقف أو كان ينظر عن بعد، إلا درعا كانت منخرطة منذ اللحظات الأولى. تمام، هذا ما يعني حفز أهل درعا حقيقة، لأنه ابتداء من الثامن عشر من آذار أصبح إجرام النظام بشكل يومي، يعني كنا كل يوم نطلع نشيع الشهداء، يصير إطلاق نار على المشيعين وهكذا، فكل يوم عندنا تشيع، يعني عندنا كل يوم تظاهر، ولكن في مبدأ في درعا اللي هو مبدأ الفزعة، الأحداث صارت في درعا المدينة، درعا البلد، هل الطبيعة العشائرية لأهل درعا؟ بالضبط، ولكن ما شارك فيها أهل درعا البلد، شارك فيها 148 قرية على جغرافية حوران كاملة، كانوا يجوا أهلنا من القرى ويناموا في درعا البلد مصرين على استمرار التظاهر، لأنه كانت بقعة التظاهر الوحيدة هي درعا البلد، انتقلت للمحطة. هذا الأمر أحداثه توالت بشكل سريع، اللي هو السطو على الجامع العمري، السطو المسلح يوم الثلاثاء كان، نعم، يوم الأربعاء اسمه عندنا في تاريخنا في حوران اسمه الأربعاء الدامي، اللي هو إجت مجموعة من القرى على خط واحد ابتداء من المليحة وصولا لعتمان، جاية تشارك أهل درعا وتفك عملية الجامع العمري، فتم إطلاق النار بشكل عشوائي عليهم، سموه الأربعاء الدامي. نعم. إضافة أنه يوم الثلاثاء لما نزل الجيش على الجامع العمري صار قتل بصورة بشعة. الخميس طلت علينا بإطلالتها البهية بثينة شعبان وطمنتنا بأنه بنزيد لكم الرواتب، بتفكر أنه الناس بتستنى زيادة، وطلعوا لها بالشعار تبع يا بثينة يا شعبان الشعب السوري مجوعان. هذا كان كمان كان يميزهم. الجمعة اللي كانت هي 25 آذار اللي أسقط فيها هبل عندنا وكان حاضر عليه ناس من الصف الأول من الرئاسة، نعم، موجودين بالصدفة وأنا أعرفهم وحضروا كيف أسقط هبل في درعا، نعم، أمام مبنى المحافظة. الشعب السوري ما له جوعان من الهتافات التي يعني ألهبت الشعب السوري، وأيضا كانت هناك هتافات أخرى كناشطة ومشاركة في الثورة، ضعينا في صورة أجمل الهتافات التي صدحتم بها مع بداية الثورة. مما لا شك فيه الهتافات كانت كلها رائعة لما كانت بعيدة عن العسكرة والطائفية، لكن أجمل الهتافات اللي بدأنا فيها الثورة كانت سلمية سلمية، من أجمل الكلمات وأكثرها تعبيرا عن الحالة الإنسانية التي كان يقود الشباب الثائر أو الشعب السوري الثائر بهذه الثورة. نعم، لم أذكر أن هناك كانت شعارات طائفية، وإنما كانت شعارات يعني تلفظ في بعض الأماكن، في بعض الأماكن كما ذكرت حضرتك كانت تلفق بعض الشعارات التي كانت تحاول منذ البداية بتحوير أو تحويل خط الثورة السورية إلى ثورة طائفية. نعم ياسمينة. عصام الرئيس بعجالة حتى ننتهي من هذا المحور، النظام منذ اللحظات الأولى حاول أن ينعت الثوار والقائمين بالثورة بالإرهابيين، لكن وأنهم مسلحون يعني قبل أن تتسلح الثورة، ومع ذلك بعد فترة تسلحت الثورة وأصبح التهمة التي كان يتهمها النظام واقع حال. من المسؤول عن تسليح الثورة؟ بالدرجة الأولى النظام حاول بأكثر من مرة
ونحن كعسكريين كنا موجودين ضمن نظام نعرف، حاول يترك السلاح ضمن الجوامع، وحادثة الجامع العمري اللي ذكرها الدكتور نعم. كانت هي أحد الحوادث. حتى المتظاهرين والمواطنين كانوا يتجنبوا حتى المرور من قرب السلاح، كانوا يبتعدوا عنه، كان في وعي كبير كثير، بيعرفوا انه النظام حاول بالمظاهرات الاولى حتى انه يحط بالفوتوشوب اعلام عليها شعارات طائفيه مثل ما كنتوا عم تذكروا، عليها شعارات بس لحتى يهيج الروح، حتى اطلق سراح مساجين اسلاميين، حاول يوجه الامور لانه تكون هيك. ابدا ما كان هذه الخطوه كانت بال 2012 2011 مش بحزيران 2011 هو اطلق او صدنايا يعني احد المراحل يعني. لكن يعني للاسف انتهى وقت هذا المحور، سنتابع الحديث عن تسليح الثورة ومن السبب وراء هذا التسليح، ولكن بعد فاصل قصير فاصل ونتابع. تحية لكم من جديد ونتابع حوار داخلي، حوار لأجل وطن في الذكرى الرابعة للثورة السورية. أعود إليك سيد محمد قداح، حادثة الجامع العمري تعتبر من أهم الحوادث المفصلية، برأيك إلى أي مدى أثرت أو غيرت مسار الثورة؟ أيضا إذا سمحتي لي أن أضيف إضافات على ما تفضل فيه الزملاء، الشعارات كانت واضحة، الشعب يريد إصلاح الفساد، سلمية، اللي بيقتل شعبه خاين لأنه صار عنا قتل إحنا من اليوم الأول، الشعب السوري ما بينذل، كلها هي أمور كانت تتناول الشعب السوري بعيدة عن المناطقية، بعيدة عن الطائفية، لم نرى يوما شعارا طائفيا، هذا من جهة الشعارات، ومن جهة الفعل بالسلاح كان تماما مثل ما ذكر الرائد عصام، تركوا لنا الأسلحة في الشوارع، ما في إنسان أخذ معه سلاح، تركت الأسلحة في الشوارع، هذا أولا. الأمر الآخر اللي شعب درعا مسلح بطبيعة الحال لأنه إحنا منطقة حدودية وعشائرية، لم يخرج السلاح من الأماكن أبدا. اتهم الجامع العمري بأنه كان يحوي سلاحا وأنهم تمام قبضان. اتهم الجامع العمري واعترف العناصر ومنهم من انشق في النهاية أنه نحن من تركنا المصاري اللي كانت، والبنك اللي او المصرف اللي اخذوا منه الفلوس هو شخص زميل لنا، جابوهم بالليل حطوهن وحطوا سلاح واتهموا بالمندسين وبالارهابيين وبالاماره الاسلاميه، واتهم الشيخ احمد صياصنا شيخ الثوره اللي بوجه له تحيه انه هو اللي بده يعمل اماره اسلاميه، في حين انه اللي كانوا مشتركين في الثوره للعلم لم يكونوا سياسيين او متحزبين أو إلى آخره أو ذات خلفية دينية متشددة أبدا ولا موجود، الأمور كلها عفوية، شعب درعا ببساطته سواء كان متعلم فلاح عامل موظف، والدليل الشهداء اللي سقطوا اليوم الأول حسام عبد الوالي عياش هو سائق تاكسي نعم، ومحمود جوابرة أظن أنه طالب، هم صغار في العمر شباب درعا أو الشباب السوري مشان ما الشباب السوري نعم. هم من ألهب هذه الثورة نعم، أن درعا لم تكن وحيدة نعم. معها بنياس ومعها حمص وباقي المحافظات، لا في نفس الأيام نعم. أدخلت اللاذقية في الطائفية، لأنه طلعوا شباب اللاذقية مباشرة، هم على فكرة أول من ظهر، هم كثير من الناس اللي ظهروا، بس على الإعلام اللي شفناه إحنا أهل اللاذقية طلعوا وايضا اتهموهم بالطائفيه، واتصلنا بزملائنا قالوا ابدا ما في شيء طائفي، احنا جماعه اكثر السوريين اللي منعاني من الظلم لانه نقع تحت تشبيح النظام، لذلك طلعت اللاذقيه واكبتت بالقوه والاجبار، حتى ردت عليها المحافظات الثانيه، كانت دوما فرضا بعد اللاذقيه وبعدين طلعت البيضه واحداث البيضه كلكم تعرفوها، وردت علينا بنش من نعم. إدلب وطلع الشعب السوري، وكنا احنا ننتظر كل يوم يعني نقول ان شاء الله تطلع كمان محافظة اخرى، وكان هناك دعوات لكل المحافظات وكانت تطلع، ولكن الاعلام عندنا بما انه احنا محاصرين ما نشوف الا اللي يطلع على التلفزيونات المناهضه للنظام، يعني مثل الجزيره والعربيه والاورينت
وغيرها نعم. من اللي يشوف لنا المظاهرات. نعم سيد عصام الريس، يعني عندما تقول أن لم تتسلح الثورة وكان هناك رمي للأسلحة، ولكن كان هناك نائي في بداية عن التسليح، هل الشعب السوري كان إلى هذه الدرجة واعي بأن لا يأخذ بالحمية وأن لا يعني يسحب سلاحه الموجود لديه ليضرب به أو ليرد الظلم عن نفسه؟ يعني الشعب السوري كان ما عنده صلاحية يحكي كلمة من خوفه من المخبرين ومن الشوارع ومن توزع المخبرين، فكان بيعرف تماما شو هو النظام اللي عم يحكي عنه وبيعرف تماما إجرام النظام، لذلك كان أكثر من وعي في وجود بصفوف المتظاهرين، كان في مثقفين، كان في ناس بدرجة عالية من الثقافة منعتهم ونبهت بأنه هذا الكلام رح يجر النظام لأنه يقدر يستخدم الجيش، ولكن الخطاب الأول أظهر أنه بشار الأسد معزول عن القرار، أظهر أنه بشار الأسد لا يملك أي شيء من سلطة القرار أو تجاهل كل شيء، فظنت الناس أنه هو لا يملك القرار، ظنت الناس أنه هو مبعد ومن يتخذ القرار هم الحرس القديم. جاء الخطاب الثاني، وأنا هون بدي ركز، بعد الخطاب الثاني هي موجة الإشقاقات الأكبر كانت في الجيش، لأنه بعد الخطاب الثاني عملية درعا اللي استغرقت 26 يوم عملية عسكرية واسعة ودخلت فيها الدبابات حتى لأضيق الحارات وأضيق الشوارع، وهذا ما هو بالاستراتيجية العسكرية موجود أبدا بأي جيش. نعم. بعد هذا الخطاب كان واضح أن بشار الأسد إما معتوه أو إما معزول عن القرار لا يملك سلطة القرار أو متحكم به. حقيقة الأحداث الأخيرة هلأ تصير بأنه هو عميل لإيران وعميل لحزب الله، وبالتالي واضح كانت الأجندة كيف. نعم. كان هو فقط يأخذ القرار بأن نعم الجواب سيكون عسكري، نعم أدخل الجيش، يجب إدخال الجيش. سلاح الرمى ظننا من الجيش والأمن بأنه المتظاهرين سيحملوا هذا السلاح ويواجهون فيه، ما كان في أي فرصة لأنه المتظاهرين يحملوا السلاح ويلقوا النار عليه، كانت الشعارات كما ذكروا الزملاء يعني كانت شعارات سلمية. نعم. أسقاط النظام لم تذكر إلا بعد أشهر من بعد فترة من بداية الثورة. ياسمين، إلى أي مدى كما ذكر عصام الريس مفهوم الثورة كان واضح لدى أغلبية الشعب؟ هل كانوا حقا يريدون إسقاط النظام أم أن هناك كانت أهداف أخرى، غايات أخرى؟ يعني هل كانت البلاد برأيهم فعلا تحتاج إلى تغيير وإلى ثورة؟ هلا أنا برأيي إنه هي الثورة كانت نتيجة نفوس تحمل حقد على نظام باقي من 40 سنة. يعني الربيع العربي إجا بوقته لحتى يأجج هذه المشاعر. ومثل ما حكى الأستاذ بالنسبة لأهل اللاذقية هن أكثر الناس اللي داقوا ظلم، يعني هن عاشوا مع أبناء الطائفة وآل الأسد وآل مخلوف بكم وقدر هائل وكبير من الظلم. أنا برأيي أنه الثورة ممكن أنها كانت بوقت غير مدروس ولكن كانت حق للشعب السوري. نعم. أعود إليك دكتور قداح، يعني أرغم الشعب السوري على العمل العسكري. نعم. ودخل في مرحلة العسكرة، عسكرة الثورة، ومن ثم تشكيل الجيش السوري الحر. هل كانت هناك أياد خفية إلى دفع الشعب السوري إلى بهذا الاتجاه سواء داخليا أم خارجيا، أم أنها كانت ردة فعل طبيعية جدا لمستوى القمع والظلم؟ تمام. في نقطة ذكرها الرائد عصام كانت مهمة، اللي هي استخدام يعني الأسلحة الثقيلة والدبابات والأليات في درعا بتاريخ 25/4 اللي سميناه إحنا الغزو الأسدي. غير شيء في الثورة، لأنه لم أكن أتصور أم لم يكن يتصور أي سوري أنه يحتل من قبل دولته. ألم يحدث هذا بالثمانينات؟ ألم يحدث هذا في مدن إدلب وحلب وحماة؟ ولكن انسي الماضي، لأنه لم يكن إعلام، السوريين كانوا أخذين فكرة عن الإخوان المسلمين أنهم حركة مسلحة بدها انقلابية وما في إعلام. اليوم شبابنا كل واحد منهم صار ناشط إعلامي، حركات بسيطة كانت تتصور بتفاصيلها. فلما صحينا إحنا ب25/4 ولقينا الدبابة باب البيت، صار في سؤال كبير جدا. المفروض يكون احتلال، بس هو ابن بلد، المفروض كيف الحاكم بيحتلك؟ فصار الجيش السوري كان معروف أنه جيش نوعا ما قوي، كيف تجرأ الشعب السوري على حمل السلاح تجاه هذا الجيش؟ تمام. إذا سمحتي لي، في هاي الأثناء حركة الضباط الأحرار إذا بتتذكري بلشت تنشأ بشكل سري، يعني بمعنى انشق فلان بدون ما يعلن انشقاقه. أخي أنا ما بدي أرأى جيش عم بيقتل، خاصة أنا بدرعة جيش عم بيقتلنا، أنا ما بدي بكرة أروح.
شباب المتظاهرين، أنا سأكون معكم بسلاحي. نعم. إذا أي اعتداء عليكم أنا سأرد عليه. وكان عاد وقتها إذا بتتذكروا إن شاء الله الله بيفك أسره، يعني الرائد المقدم حسين هرموش لما طلع بالقرار القوي اللي كلنا رحبنا فيه بانشقاقه وإعلان حركة الضباط الأحرار هو رياض الأسعد، وقتها كانت انطلاقة ليعلن ضباط سوريا الأحرار المنشقين عن النظام أنه هم هدفهم أنه يحموا هذا الشعب اللي عم بيقتل بسلاح الحاكم. هنا أنتقل إلى السيد عصام الرئيس، يعني تشكيل الجيش السوري الحر في بداياته كان مبشرا، يعني كان قويا واستطاع أن يأخذ بعض المناطق ويحمي المظاهرات، لكنه لم يصمد طويلا، يعني سرعان ما تراجع وأصبح هناك شقاق ما بين فرقائه وخلافات وأمراء حرب، لماذا؟ الحقيقة بداية الجيش السوري الحر هو كان مجموعة من الضباط ما ذكر الدكتور، ما كان في تسليح فردي، الضابط طلع بسلاحه لا في دبابة ولا في رشاش ولا في مدفع. هنا أتساءل يعني كيف استطاع أن يأخذ هذه الخطوة مواجهة عتاد وجيش كامل يعني. بس أنا لازم أوضح، الجيش السوري الحر لما تشكل، هو تشكل طبعا بضيفك أسره المقدم حسين، وبوجه تحية للعقيد رياض الأسعد ولجميع الضباط المنشقين، هن كانوا الدافع الأول لبقية الضباط اللي انشقوا بعدهم. كان هو مجموعة من الضباط ولكن هو أساسه المدنيين المتظاهرين نفسهم اللي كانوا بدهم يتسلحوا عشان يدافعوا عن مظاهراتهم، وهذا الكلام ما كان بداية الثورة، هذا كلام بعد 6 أشهر 7 أشهر من الثورة. طالبوا الضباط بأنكم شكلوا جيش قودونا لأنكم عندكم الخبرة العسكرية، فينكم تساعدونا، عندكم التنظيم العسكري، فهو مجموعة من الضباط الناس بتفكر إنه الجيش السوري الحر لما تأسس هو كان مدنيين. لكن سرعان ما تراجع الضباط واستبدل برجال عاديين وأمراء حرب. لما أنا ذكرت لما غير النظام طريقته التعامل مع الثورة، بلش يأجج فيها روح التدافعات الإسلامية والسياسية وإلى آخره، وحتى تدخل اختلافات الإيديولوجيات الدولية وتدخل اختلاف الدول بالتدخل بالدعم كان هو السبب الرئيسي بظهور أمراء حرب، بظهور خلافات داخلية، ما كان الاتجاه واحد. نعم. إنه البداية كانوا مجموعة من الضباط بسيطين هن اللي كانوا عم يحركوا الحراك وقدروا يسيطروا على 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 معظم الأرض السورية بزمن قياسي لأنه نعم. الشعب معهم، لأنه هن كان الشعب بيدعمهم. ياسمينة، أنت كجزء من النشاط السلمي، هل كنتم ترغبون في أن يكون هناك جيش سوري حر وأن يكون هناك تسليح للثورة وحماية لكم من قمع النظام، أم اعتبرتموها خطوة سيئة؟ هلا بداية ما كان حدا متوقع انه تتحول الثورة من سلمية لمسلحة، كان متوقع كما كافة بلدان الربيع العربي سقوط النظام مباشرة، وخصوصا المظاهرات اللي تأججت بكم وأعداد هائلة بكل المحافظات السورية. لاحقا لما صار في إطلاق رصاص وقتل من قبل النظام على المتظاهرين السلميين، كان لابد من تشكيل جيش حر يدافع وليس يحمل السلاح لحتى يقاتل، يدافع فقط عن المدنيين. ولكن قسوة النظام وإجرامه فرض على الجيش الحر أو الضباط المنشقين بتشكيل قوى ومطالبة الدول بتزويدهم بسلاح لحتى يكونوا قادرين أكثر على حماية الشعب المدني، على حماية الناس المدنيين. إلى أي مدى أعاق عملكم التسليح الثورة كناشطين مدنيين يعني؟ هلا في بعض الأماكن استمر فيها الحراك السلمي، وفي بعض الأماكن اللي كانت مشتعلة اللي كان متأجج فيها الصراع ما كان في أي مجال للتواصل حتى مع الناشطين حتى على مستوى الإنترنت، فبتوقع تسليح الثورة. ياسمينة، ألا تعتقدين أنه من أجمل الصور كانت تلك المظاهرات بالأعداد الكبيرة ونشعر أنهم يشعرون بأمان وأن هناك في الخلف أشخاص يحمونهم لا يظهرون على الصورة، لا نعرفهم، لا نعرف أسماءهم، هم فقط موجودون لحماية هؤلاء، يعني كان نوع من الحماية الجميلة بدون ظهور وبدون مفاخرة وبدون مباهاة. هذه الصورة هل هي ما زالت بذكرتك بهذه الجمال؟ تماما. وهذا الشيء اللي كان بخلينا متأكدين أنه النظام ساقط لا محالة، لأنه لما العالم بأكمل وعم يشوف هذه المظاهرات الجميلة المحمية من قبل الناس هيدون، وهي مظاهرات كبيرة جدا، كنا متأملين أنه النظام يسقط منذ البداية، ما كنا متوقعين أنه نوصل لهذه المرحلة. الحراك السياسي سوف نتحدث عنه بالتفصيل، ولكن أعطني ملمح عنه، متى بدأ الحراك السياسي للثورة السورية؟
بعد ما يعني صار عملية التنكيل وتتعسكرت الثورة، على فكرة الثورة تعسكرت رغما عن الشعب السوري، لأنه الاستخدام المفرط في السلاح وفي الآليات الثقيلة يعني لابد من رد، والدليل كان واضح بالبيضة، شباب البيضة ارتموا على الأرض بالصدور العارية أمام الدبابات ومع ذلك أطلق عليهم النار. هذا الأمر صار عندنا في قرى درعا في إنخل، يعني دبابة عم بتواجهني فأنا مضطر أني أحرقها وبدون سلاح، وحدث هذا الأمر مع ازدياد العنف، والنظام سوى اللي بده إياه اللي هو عسكر الثورة يعني بطريقة أو بأخرى، واصطفاف الضباط الأحرار لجانب الشعب، خرج أيضا سياسيين مشان يدافعوا عن حق الشعب والتعامل مع أو ينقلوا معاناة الشعب. سوف أرجع لك وأعود لك في هذه النقطة بالذات، العمل السياسي للثورة السورية، ولكن بعد أن نتوقف مع الفاصل الثاني والأخير، فاصل ونعود. تحية لكم من جديد ومتابعة لهذا الحوار مع ضيوفي الكرام حول ذكرى الرابعة للثورة السورية. كنت قد توقفت معك دكتور محمد قداح عن العمل السياسي للثورة السورية، تشكل المجلس الوطني ومن بعده الائتلاف، هل مثلت حقا هذه التشكيلات الثورة السورية بطريقة صحيحة؟ قبل ما نتكلم عن المجلس الوطني والائتلاف اسمحي لي أني أذكرك، طالما نتكلم بالحراك السياسي داخل سوريا، تم تشكيل مؤتمر سمير رميس. نعم. وسمير رميس كان واضح يعني كان في شارع بثينة شعبان وفلان، هو يعني جزء من النظام. ويعني صحيح كان حديث طوال الوقت إطلاق الحوار الوطني، عندنا تصحر سياسي من 40 سنة، بس هذه الأمور لا تطلع على يعني أي إنسان في سوريا، يعني معروفة التشكيلة اللي تم فيها. كانت أول حركة سياسية في سوريا هي حركة مؤتمر الإنقاذ، وكنا مشاركين فيه، كان يدير أموره يعني دكتور عماد الدين رشيد، واللي بترأسه الأستاذ هيثم المالح. كنا مصرين أنه نعمل مؤتمر الإنقاذ في الداخل. هذا الأمر في 16/7/2011. في 15/7 نزلنا على الشام بعد مظاهرة عملناها في درع البلد وحين الجامع العمري، كان القتل في القابون، 16 شهيد دخل عليهم النظام وأحرق كل شيء واستشهد 16 من شباب سوريا. الآن سؤال، بعد هذا القتل ورغبة الناس أنه تعمل مؤتمر على مرمى من الدولة والنظام، فهل هناك أي رغبة أنه تعمل في العمل السياسي داخل سوريا؟ مستحيل. لذلك الناشطين صاروا يتسربوا خارج سوريا. نعم. كانت أول حركة لهم اللي هي تشكيل المجلس الوطني وتفاعلنا. أود أن أقول شيء، يعني الجيش الحر بدا مبشرا وكان قويا وستطع أن ينجز، السياسيون منذ البداية كانوا ضعفاء، هكذا ما يقال دائما، يعني لم يثبتوا أنهم ممثلون عن الشعب السوري وأنهم على قدر المسؤولية إطلاقا. تمام. لا ننسى أمر أنه التصحر السياسي اللي موجود وغياب الشعب السوري عن الممارسة السياسية، هذا أمر. هل كان يعني لديه معلومات أو معرفة بالعمل المسلح؟ لا لا، ولكن مو هذا اللي أنا بدي أقول، أنا اللي بدي أقول لك إياه إنه العمل السياسي ما كان هو فعل السوريين لحالهم. إلى أي مدى كنا بحاجة إلى العمل السياسي؟ الأمر مربوط، إحنا بحاجة كاملة كنا للعمل السياسي، ولكن مش مربوط بالسوريين نفسهم اللي شكلوا المجلس الوطني أو الائتلاف، العملية مربوطة في دول. لذلك ربط أنفسهم بدول وضعفهم وخلافاتهم لم يستطع أن ينجز المهمة التي من المفترض أن يقوموا بها. ليس ربط أنفسهم، الملف السوري هو كله بحد ذاته مربوط في دول، لأنه إحنا ما في بأيدينا شيء، لا في بأيدينا قرار سياسي ولا بأيدينا إمكانيات ولا بأيدينا أي شيء، القرار قرار سياسي دولي. نعم. إقليمي، كانت تسيطر عليه دول وكانت تضع الأجندة الخاصة دائما على الطاولة وتغيب القضية السورية، وهذا أمر هو مطامع استعمارية واضحة. الآن القراءة السياسية للمشهد واضح، تسيطر بعض الدول وهذه الدول هي من أوصلنا إلى هذه الحال،
يعني عدنا إلى نقطة المؤامرة. تمام. على فكرة، على طار المؤامرة، الجملة الوحيدة اللي نطق فيها النظام وصحيحة هي أن هناك مؤامرة كونية ولكن على الشعب السوري وليس على ويقودها النظام. النظام. نعم. سيد عصام الرئيس، بعد انتشار الكتائب المتشددة وظهورها، هل بإمكان الجيش الحر أن يقوم بمهامه أو أن يعود إلى ما كان عليه، أم أن الأمر انتهى؟ الحقيقة الجيش الحر ما ذهب لحتى يعود. الجيش الحر هو نفسه ما لقى مكان آخر، ما لقى خيار آخر نتيجة الأجندات بالدعم، توزع بفصائل. هاي الفصائل عندها أيديولوجية، ولكن هل تعتقدي أن السوري الذي يعتنق الإسلام، السوري المسلم السوري، هل لديه تطرف؟ السوري يعرف الدين الإسلامي، بسميه الدين الشعبي أنا، الدين السوري، يعني ما في تطرف، في سلام، في محبة. ذهب لاتجاه أو لآخر بسبب، لكن الآن الدعم. بعض الجهات المتطرفة، تنظيم الدولة، لديه سوري. بعض الحواضن الشعبية في نعم. بعض المناطق. نعم، هو غير سوري، ليس لديهم خيار هؤلاء الحواضن الشعبية. نعم. لأنهم يحتاجون للأمن، يحتاجون للخدمات، يحتاجون تنظيم الدولة يظهر لهم بأنه يقدم لهم دولة. الحقيقة هي ليست دولة، هي فقط هم يديروا الأمور. الشعب ليس لديه خيار، ليس لديه بديل. لكن بالنسبة للجيش السوري الحر، نعم تماسك. أنا بدي أعطي مثال، الجيش السوري الحر الموجود في الجبهة الجنوبية، الجيش السوري الحر الموجود بالمنطقة الساحلية. لماذا هذا التباين في الأداء ما بين المناطق يعني؟ يعني يبدو متماسكا وقويا في الجنوب، متخلخلا في الشمال. أنا بعتقد هي التسليح، الجيش لما طلع الجيش وتوجه للمناطق الشمالية، توجه بآليات ثقيلة. نعم. توجه بأفواج كثيرة، تم السيطرة على هذه الأفواج، وبالتالي المنطقة الشمالية والمنطقة الشرقية تسلحت بسلاح عتاد ثقيل قبل المناطق الجنوبية والساحلية. كانت شحيحة تسليح بالمنطقة الجنوبية والمنطقة الساحلية، كان صعب وصول الدعم إليها، كان صعب وصول المساعدة إليها. وبعدين بالنقطة الرئيسية اللي بنركز عليها، أنه السلاح كان هو السلاح السوري، سلاح ما دخل لسوريا. نحن خدعنا، الشعب السوري خدع بالكلام وبالتصريحات الغربية. التصريحات الغربية كانت لا يمكن أن نقبل بوجود هذا النظام، لا يمكن أن نسمح للأسد أن يقوم بذلك وذلك، ولكن الحقيقة قام بكل شيء. والتصريحات الأخيرة تقول أنهم حتى مستعدون وإن لم يتفاوضوا مباشرة معه مع ممثليه. يعني تصريح هذا ما في شيء غريب، لأنه هي السياسة صار عمرها لأربع سنين. هن من أساس عم يتفاوضوا معه، شو جنيف 2 شو جنيف 1 شو هذا، تتفاوض مع النظام. نعم. وهن بيعرفوا أن النتيجة واحدة، لأن النظام ما رح يكون صادق. فأنا ما أعتقد أن التصريح الجديد شيء غريب، بس مجرد أنه قالوا على الإعلان، ما في شيء غريب، هو هذا هو سياستهم منذ أربع سنوات. ولكن أنا عم أقول الخداع اللي تم، أظهر الشعب السوري بأنه المجتمع الدولي سيتحرك، لن يسمح بأن يقتل الشعب السوري ببرادة بهذه البرادة. ولكن الحقيقة ما كانت هيك صار. اللي صار انخدعوا، الضباط شقت وقالت مستحيل يسمح المجتمع الدولي أنه تدخل دبابات أو الطائرات، أو يدخل هو استعمل دبابات وطائرات سلاح الكيماوي، وبعدين هلا كلور. تعرفوا لحد اللي عم يستعمل الكلور رغم كل القوانين الدولية. إذا نحن خدعنا المجتمع الدولي كشعب سوري. نعم. ياسمين، برأيك هل ما تزال الثورة مستمرة كما أرادها الناشطون في بداياتها؟ قبل ما جاوبك على السؤال، بس حابة أعلق على موضوع الحل السياسي، على موضوع السياسيين بشكل عام. للأسف الشديد الوضع السياسي بالنسبة للمعارضة أثبت فشله بسبب التشرذم، بسبب أنه ضمن المعارضة بضمن المجلس الوطني سواء أو الائتلاف أو الحكومة المؤقتة في عدم توافق، في اختلاف، بالإضافة لافتقار السياسيين لخطاب سياسي واضح. يعني نحن ما عنا رؤية للمعارضة شو حيصير لبعدين، وحتى نحن مفتقدين للقائد، يعني السياسي القائد، حتى هذا نحن مفتقدين له. هذا الشيء اللي هو خلى الدول ما تثق فينا كمعارضة سياسية. نعم، ولكن الثورة تقوم بثوارها ونشطائها وليس بدول مجاورة، وليس بسياسيها، ولكن الثورة تحتاج إلى سياسيين كواجهة تقدم مستقبل سوريا فيما نعم. بعد. وعلى قدر فشل السياسيين في عملهم، أيضا النشطاء الذين تركوا سوريا ولجأوا إلى دول الجوار أو الآن إلى أوروبا، الثوار أو النشطاء الذين تخلوا عن العمل سواء المدني أو الإعلامي أو أي آخر، وأيضا هناك خلافات شديدة فيما بينهم هؤلاء النشطاء، أيضا أعطى صورة سلبية وأثر سلبا على الثورة السورية. نوعا ما بالنسبة للناشطين وبالنسبة للثوار وبالنسبة للناس اللي كانت تقود الحراك بسوريا، اضطرت انها تغادر بحكم الاعتقال، بحكم الملاحقة. مناطق المحررة
لماذا لم تبقى؟ يعني هناك كثير نعرف من أسماء يعني شبان بدأوا بالثورة وما زالوا موجودين في الداخل ومصرين على البقاء في الداخل، بينما البعض الآخر لجأ إلى دول الجوار ولجأ إلى، اعذريني عن هذه المقولة، إلى حب الظهور والاستعراض وإلى ما ذلك، وهو أفشل نوع ما الثورة أيضا. تماما، بعض هؤلاء يقول أن الثورة المسلحة نهت عمله بشكل سلمي، يعني هو كان كناشط إما إعلامي أو توثيقي أو إلى آخره، كناشط سلمي. الثورة المسلحة لغت عمله حتى داخل المناطق المحررة، يعني حياته معرضة للخطر، حياة أهله، حتى بهيدي المناطق اللي تجزأت بسوريا اللي مو كلها أنه صارت مناطق محررة، يعني ممكن تكون منطقة محررة ولكن تتبع لفصيل ما، فإذا هو مهدد من النظام بالقصف ومن هذا الفصيل. يعني صار في موضوع أدلج. هل كان الحل الهروب؟ النشطاء اللي هربوا لدول الجوار لا زالوا يزورون المناطق المحررة أو يعني ينزلوا عليها باستمرار لحتى يغطوا شو عم بيصير من أحداث، ولكن بالفترة الأخيرة ومثل ما بتعرفي حضرتك موضوع المقاطعات الجغرافية اللي صار فيها أدلجة سواء سياسية أو دينية فرضت على هدول الناس أنه ما عاد يتواجدوا بالمناطق المحررة. دكتور محمد قداح، برأيك مع دخول الثورة عامها الخامس إلى أين تتجه؟ حقيقة المشهد يعني مؤلم. أنا كابن المنطقة الجنوبية ما أراه يدعني أني أصفن كثيرا إلى أين أوصلتنا الدول وليس إلى أين وصلنا نحن. على سبيل المثال ذكر رائد عصام، وضعنا جيد، الجيش الحر على تشكيله الجيد موجود في الجنوب، ولكن الآن في الجنوب هناك معادلة لا يستطيع أحد أن يحلها. قاسم سليماني بتفويض من الخميني موجود في حوران، في كفر شمس ودير العدس وكل مهلل الأمر وليس سري. رجال الله أو رجال الحسين كما يسمون أنفسهم موجودين في قرية اسمها نامر. حزب الله موجود في بلد اسمها قرفة اللي هي بلد رستم الغزالي. كل ملة الكفر الآن موجودة في المنطقة الجنوبية. لماذا؟ هناك مخطط باتجاه سوريا لا يجوز. باتجاه ماذا يعني؟ باتجاه تقسيم، باتجاه احتلال من قبل إيران؟ هي محتلة أصلا. نعم. لا يجوز أن نقول احتلال، لأنه الآن إحنا لا نواجه النظام. على فكرة وأنا في مصطلح يجب أنه ما نستعمله دائما، النظام، لا يوجد نظام في سوريا. يعني أن ننتقل من مرحلة إسقاط النظام، انتهى، سقط. لا يوجد نظام في سوريا، لا يوجد نظام. الجميع غالبا السياسيين أنه النظام، أين النظام في سوريا؟ هناك في سوريا ميليشيات بشار الأسد والميليشيات العراقية وحزب الله والعصابات الإيرانية بقيادة قاسم سليماني، وكلها تحت أمرة إيران، والنصرة وداعش والجيش الحر. والجيش الحر صدقا، وأنا أعني ما أقول، هو الحلقة الأقوى على الأقل في المنطقة الجنوبية. ما بعرف إذا بيوافقني الرائد عصام، ما كان وما زال وسيبقى هو الحلقة الأقوى. عملية التقسيم غير واردة، لا يقبلها الشعب السوري أبدا بكافة أطيافه، ولكن عملية قتل المؤامرة الموجودة لا نعرف إلى أين. نعم. سيادة الرائد، إلى أي مدى توافقه الرأي بأن يجب أن ننتقل مرحلة الحديث عن إسقاط النظام، النظام سقط برأيه، والآن نحن أمام واقع جديد هو احتلال إيراني لسوريا. سقط النظام مع أول شهيد عندما دخلت غرف العمليات الإيرانية والروسية وبدأ التخطيط العسكري والنصائح الدولية بأن يقوم بهذا وذلك من خلال من إيران وعراق، إيران وعراق. ولكن مسعى إيران كما ذكر حاليا في حسين
عم تتدرب بالجنوب، حاليا في لواء افغاني بقاتل من سنتين بسوريا، لواء الفاطميون، حاليا في حزب الله وقاده ايرانيين. عنا طبعا ذكرنا الوثائق وزرناها للاعلام اكثر من مره باسماء الضباط ووثائقهم، حتى انه هن على درجه عاليه من التدريب والخبره ومتابعين دورات خارج ايران. هذول موجودين كلهم بالجنوب لانه بيعرف النظام انه الجبهه الجنوبيه اللي تماسكت والجيش الحر اللي تماسك وقدر انه يتجاوز كل مراحل ايديولوجيه الثوره وكل محاولات الانحراف الثوره عن اتجاهها، ظل متماسك هذا الجيش الحر، عرف انه هذا هو مصدر الخطر، خاصه انه هو قريب لرأس النظام بدمشق. فكان ضروري انه كل التركيز يكون بهذا الاتجاه حتى تقدر ايران تفرض سيطرتها على المنطقه يلي هي من ايران لليمن للعراق لسوريا للبنان لحتى تشكل ما بتسميه هي الهلال الشيعي. فاذا واضح شو غايه أمام مرحله جديده. هل يمكن للسوريين ان ياخذوا قرار بان يعتمدوا على انفسهم بدون دول جربت وتبين انها ليست صادقه مع الشعب السوري؟ هل بامكانه ان يعود ليعتمد على نفسه 100%؟ انا بدي احكي هلا من نظر الجبهه الجنوبيه كناطق رسمي بالجبهه الجنوبيه، لانه هذا الموضوع نعم نحن اتخذنا القرار بان نستمر لوحدنا، وعندما قررنا هذا الكلام واستطعنا ان نصد الهجمه الايرانيه من ثلاث جيوش مصنفين ارهابيين، بقايا جيش النظام السابق، تسمي النظام السابق، بقايا جيش، بقايا ميليشيات حزب الله وحرس الثوري الايراني. نعم. لما قدرنا نصد هاي الهجمه الناس رفعت يوم الجمعه باسم الجبهه الجنوبيه يرموك جديد، شبهتنا باعظم معارك التاريخ الاسلامي. فاذا نحن قررنا نكمل بدعم او بدون دعم، بمساعده او بدون مساعده، نحن فقط نطلب من النشطاء يرجعوا مره ثانيه يرفعوا شعارات الثوره، يرفعوا لنا رايه الثوره ويقولوا انه الجيش الحر هو اللي بيمثلنا وما بدنا اكثر من هيك. نرجع لياسمينة كونا ناشطة، برأيك إلى أين تتجه الثورة؟ وهل حقا أن يجب أن يعود الواجهة السلمية للثورة ليس كنوع من السلمية وإنما كواجهة مدنية، يعني كواجهة جميلة بشعاراتها؟ وحقيقة الذكرى الأخيرة شهدنا حراك في كل المدن كان إيجابيا جدا مع عظمة هذه الثورة. هلا انا مع الاساتذه انه النظام سقط من اول شهيد استشهد بالثوره السوريه، بس حاله التقسيم الايديولوجي اللي صاير بسوريا نتيجه المصالح اما السياسيه او الدينيه هلا بالوقت الحالي هو مفروض علينا فرض. وبعتقد انا بالوقت اللاحق انه هيدي المقاطعات تزول وتتلاشى بتغير المناخات السياسيه بالنسبه للدول الفاعله بالمنطقه. بالنسبه لمستقبل سوريا بشكل عام، انا بتوقع لسوريا انه يكون نتيجه اللي عم بيصير بسوريا هو شيء مشابه لسيناريو الكومون اللي صار بباريس، يعني حاله الفوضى اللي عمت وسادت وبالنهايه الوصول لسوريا جمهوريه وممكن تكون بنظام متطور اكثر اوعى اكثر يحتضن كل الاطياف الموجوده على الارض السوريه. بالنسبه للسلميه، الشيء الحلو بدول الجوار اللي كتير قريبة على الحدود السورية هي المظاهرات اللي صارت أو الاعتصامات والوقفات اللي صارت بعيد الثورة كانت جدا جدا مؤثرة بالناس، رجعت ذكرت هيدي الناس بأيام اللي كانوا موجودين فيها بسوريا وصاروا يتمنوا أنه لو أنه هاي المناطق المحررة اللي كنا اللي نعمل وهذا فيها، وهذا ما نتمنى حقا أنه نرجع نعمل فيها، هذا ما نتمنى حقا مظاهرات سنية أن نعود بالمظاهرات إلى الداخل. وقتنا انتهى وبرنامجنا وصل إلى نهايته. شكرا لكم ضيوفي الكرام، الدكتور محمد القداح عضو الائتلاف الوطني، وأيضا الشكر لسيادة الرائد عصام الريس ناطق رسمي باسم الجبهة الجنوبية، وأشكرك ياسمينة بنشي صحفية وناشطة حقوقية. والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة من برنامج حوار داخلي، حوار لأجل وطن. إلى اللقاء.